الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل في الرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الأمام العابد الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: اللهم انفعنا وانفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.